طلعت المكرونة والدقيق ناقصني ايه؟ ناقصني الحليب. لما اروح اجيبه من الثلاجة. ايه ده؟ رؤى بتعملي ايه في الثلاجة؟ ماما انا بردانة، بردانة قوي. ايه اللي دخلك في الثلاجة يا رؤى؟ كنت بتعملي ايه جوه؟ انا كنت مستخبيه من منة في التلاجة، وبعدين في حد قفل التلاجة عليا. في حد يستخبى في التلاجة يا رؤى؟ تعالي اتفضلي، يلا نغير هدومنا واعمل لك حاجه سخنه. ايه ده؟ ايه ده رؤى؟ انت كنت مستخبيه فين كل ده؟ في حد قفل عليا التلاجة وحبسني فيها. منة اتصلي بابوكي بسرعه يجيب لنا خضار وحاجه الشوربه علشان نعمل لها اي حاجه سخنه تشربها. حاضر يا ماما. ألو يا بابا،